أهلا بيكم، حلقة جديدة من برنامجكم أولاد الأصول. كل سنة وحضراتكم طيبين. الناس في البلد كانت عارفة فريق الكورة اللي بيشارك في الدورات الرمضانية تحت اسم فريق الأصدقاء. الفريق ده كان مشهور جدا في نهاية التمانينات بداية التسعينات، رغم انه ما كانش بياخد بطولات، بس كان قوام الفريق السبعة لعيبة الأساسيين، شباب مهذب متربي ابن ناس ولاد أصول زي ما بيقول. الفريق كله طلبة جامعيين خلصوا الجامعة، كلهم سافروا برا مصر يشتغلوا في الخليج، اتفرقوا، اتنين راحوا السعودية، اتنين في الكويت، تلاتة في الإمارات. المهم قعدوا حوالي 10 سنين ورجعوا. بدل ما يرجعوا على بلدهم اللي في محافظة الدقهلية، رجعوا على القاهرة وكل واحد أسس شركة، وسبحان الله ربنا كرمهم كلهم، والمكسب بقى كتير والخير بقى كتير، فقرروا انهم يعيدوا تشكيل فريق الأصدقاء مرة تانية، بس المرة دي مش علشان لعب الكورة، لكن عشان فعل الخير. الأصدقاء كانوا بينزلوا مدينتهم في أوقات متفرقة بعد ما ربنا فتح عليهم، بيزوروا أهليهم زمايلهم، وكل واحد كان بيوكل أبوه أو أمه أنها توزع فلوس الزكاة والصدقة على الغلابة، لأن المدن الريفية بتبقى صغيرة نسبيا، عشان كده الناس عارفة بعض وعارفين المحتاج المتعفف اللي بيرفض أنه يطلب المساعدة. عشان كده كان الأصدقاء مصرين أن فلوس الزكاة والصدقات تطلع في بلدهم الأصلية، رغم انهم خلاص استقروا في القاهرة وتجوزوا وخلفوا، بس ظلوا مرتبطين بجزره، لغاية ما في واحد منهم كان في البلد وسمع من والدته ان في بنتين يتيمتين جوازهم واقف على ان جدتهم تجهزه، وقال الشاب لوالدته خلاص هتكفل انا وصحابي بجواز البنتين دول. أمه قالت له ربنا يخليك يا ابني، ده في ناس كتير جوازاتها بتتعطل بسبب الجهاز. الشاب طلب أصحابه فريق الأصدقاء إنهم يتجمعوا كلهم في البلد يوم الجمعة عشان عايزهم في حاجة ضرورية. إيه هي الحاجة اللي جمعهم عشانها؟ تعرفوها بعد الفاصل. قبل الفاصل كنت بحكي لحضراتكم قصة فريق الأصدقاء الكروي اللي تحول إلى فريق أصدقاء الخير بعد ما كل واحد فيهم سافر برا مصر واشتغل ورجع فتح شركة، وربنا فتح عليهم جميعا، وبقى الفريق مهتم بمساعدة الغلابة والمحتاجين في بلدهم الأصلية اللي تربوا فيها في محافظة الدقهلية. واحد منهم بعت لهم دعوة انهم لازم كلهم يتجمعوا يوم الجمعة اللي جاية لأمرهم. بالفعل جه يوم الجمعة وفريق الأصدقاء اجتمع في البلد بعد الصلاة في بيت أسامة صاحب الدعوة، اللي قال لهم انا عارف ان كل واحد فيكم بيطلع لله كتير في البلد هنا، وفي بيوت ناس مفتوحة الحمد لله بفضل ربنا، بس انا عايز نوحد جهدنا، وبدل ما الخير يتعمل بشكل فردي نعمله بشكل جماعي وبطريقة أكبر وأفضل. كلهم وافقوا على الاقتراح، خاصة لما أسامة حكى لهم قصة البنتين اليتيمتين اللي كانوا محتاجين يتجهزوا. اتفقوا أن عمل الخير الخفي اللي أهل كل واحد بيقوموا بيه يستمر، لكن قرروا يعملوا جمعية اسمها جمعية الأصدقاء. مهمتها الأولى تجهيز الفتيات غير القادرات على الزواج، وسلموا إدارة الجمعية لبعض الزملاء المقيمين في المدينة، وبدأ كل واحد فيهم يحدد رقم شهري يضخه في الجمعية، ده غير التبرع التأسيسي اللي تجاوز 2.5 مليون جنيه. الجمعية دي قامت بتجهيز أكثر من 50 عروسة، وقامت كمان بمساعدة الشباب
في التجهيزات. وبعدين نشاط الجمعية شعب بقت بتدي إعانات مع دخول المدارس ورمضان والأعياد، بالإضافة إلى دفع الإيجار للمتعسرين. فريق الأصدقاء فكر إنه يرد الجميل أكتر للبلد اللي تربوا فيها، فقرروا بدل ما يعملوا مصنع كبير في المنطقة الصناعية إنهم يعملوا مصنع في البلد يشغلوا فيه ولاد وبنات البلد، بحيث دخل المواطن في البلد يرتفع. في نفس الوقت حددوا نسبة 5% من المبيعات تدخل صندوق الأصدقاء اللي بيساعد الأهالي. النهاردة موارد الصندوق كبرت وبقى يطلع منه معونات لشباب عشان يعمل مشروعات صغيرة يقدر انه يصرف على نفسه، والمصنع بقى 2، ولولا ان مساحة الأرض المتاحة محدودة كانت بقت 3 مصانع. فريق الأصدقاء رد الجميل للبلد اللي اتولد وتعلم وتربى فيها. تخيل كده لو كل رجل أعمال من مدينة أو قرية قرر إنه يتعهدها ويطورها ويساعد أهلها اللي هم أهله، أكيد الدنيا هتختلف. الحاجة الوحيدة اللي فريق الأصدقاء مش عارف يعملها لغاية دلوقتي هي إنهم يرجعوا يشكلوا الفريق تاني ويلعبوا في الدورات الرمضانية، لكن كبروا. قول للزمان ارجع يا زمان. تحية لفريق الأصدقاء 7 في برنامج ولاد الأصول، لأنهم ولاد أصول.